عقد ائتلاف نزاهة المؤتمر الصحفي الختامي لأعمال الائتلاف للإعلان عن التقرير المبدئي له، بالإضافة إلى عرض المتابعين الدوليين انطباعاتهم وشهاداتهم على مخرجات العملية الانتخابية بداية من مرحلة التسجيل وحتى التصويت والفرز والاستماع. وقد أشاد المتابعون والمنظمون بكل الإجراءات المتبعة في سير العملية الانتخابية وآليات تنفيذها ومدى تعاون المؤسسات المختلفة الرسمية وغير الرسمية لإخراج الانتخابات الرئاسية بشكل جيد. ائتلاف نزاهة 7 منظمات، 5 منظمات على المستوى الدولي ومنظمتين محليتين مصريتين، ماعت وشركاء. احنا قوامنا 100 شخص، ال 100 شخص كانوا بيتابعوا الانتخابات في 10 محافظات. زرنا 2915 لجنة انتخابية فرعية، أي ما يعادل حوالي 25% من عدد اللجان الانتخابية، وده نسبة كبيرة جدا تقدر تحكم بها على نزاهة وشفافية الانتخابات. عايز أقول لحضرتك إني من اول ما جم مصر ومن المطار وفي خلال الايام الاولى من التدريبات والاطلاع على القوانين واللوائح وزياره الحملات، كان الاجانب مستغربين جدا ازاي دوله موجوده حواليها من حدودها مشاكل، نزاعات، حروب اهليه، قادره مش ان هي تجري انتخابات في موعدها. هم انبهروا جدا بالقطار الكهربائي، انبهروا جدا بالطرق والبنيه التحتيه، وازاي ان في مازال مشروعات جاري تنفيذها في الوقت اللي انت بتجري فيها انتخابات رئاسيه، في الوقت اللي انت بتبعت مساعدات لاخواننا في غزه، في الوقت اللي انت بتعمل مشروعات اقتصاديه موجوده في الدوله، في الوقت اللي انت برضو بتعمل فيه منتديات ولقاءات دوليه وبتستضيف ناس. قبل الانتخابات أجرينا بالفعل تدريبا لبناء القدرات لمدة 3 أيام لتجديد مهارات مراقبين الدوليين. ذهبنا إلى مقرات 4 مرشحين وتمكنا من التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. ولاحظنا أيضا تعاون القضاء، كان لدينا أيضا مشاركة تعاونية للغاية مع الأمن، وكذلك رأينا الشغف الذي تحلى به شعب مصر خلال العملية الانتخابية. كانت الأجواء رائعة في الانتخابات، ومن الواضح أن الانتخابات تم تغطيتها على مستوى عالمي ولاقت صدى على المستوى الدولي وفي المملكة المتحدة أيضا. وأنا بشكل عام معجبة جدا بالفعالية التي تحلت بها مصر خلال الانتخابات، وأنا أيضا ممتنة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وأعترف أنها مثيرة للإعجاب حقا.